وأمر قريشا أن تخرج إلى أموالهم وأخبرهم أن محمدا قد تعرض لها. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة وأخبرهم الخبر، فتجهزوا جميعا وخرجوا بطرا وغرورا ليحموا القافلة. لا ولاتي، لن نرجع أبدا، وسنذهب لسوق بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان وسيتحدث عنا العرب. يا أخنس، لما ترجع ببني زهرة إلى مكة وتشق صفوفنا؟ كان خروجنا من أجل العير، نجا بالعير بمعجزة، وها هو أبو سفيان. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم. وهنا جد الجد وانقلب الأمر للمسلمين، إذ كان الخروج لمواجهة القافلة، فماذا يكون المصير إذا فوجئوا بالقتال وهم على غير استعداد؟ فذهبت الظنون ببعضهم أنهم يقادون إلى الموت. ثم قال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا، فوالله ما أخطأ الحدود التي حددها رسول الله، وكانت بشارة للمؤمنين تصارع رؤوس الكفر، ومعجزة عن إعلام نبوته. وقد من الله على المؤمنين ليلة يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم. وكان هذا النعاس ليلة المعركة ليربط على قلوبهم من الخوف الذي أصابهم، فنزل المطر بردا وسلاما وتثبيتا على المسلمين، ووابلا ورجزا على الكافرين. ما هذا المطر العجيب الذي يمنعنا من التقدم صوب محمد؟ واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه، فهي الحرب والمكيدة، ووضعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء واستعدوا للمعركة. وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة، وحوله مجموعة من شباب الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم من ليلة الغزوة حتى يوم بدر يستغيث الله بالدعاء ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، إن شئت أن تعبد، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد.
ثم خفق خفقة في العريش فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال، وجعل جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس. وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل، فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لتبدأ المبارزة، اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة. ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا: اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بزهرنا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين. هل أخزاك الله يا عدو الله؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. وقد أمر الرسول بسحب قتل المشركين إلى آبار بدر فدفنوا، وأقام ببدر ثلاثة أيام ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم الثالث ببدر وقف على 24 رجلاً من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟